يجتمع أولياء أمور الطلاب في كلية الإبراهيمية في مدينة القدس في اجتماع طارئ بعد تهديد وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإغلاق المدرسة، والحجة احتواء المنهاج الفلسطيني على تحريض ضد دولة إسرائيل وجيشها. نحن يعني نقرر ما يدرس أبنائنا. اللي بدرسه أبنائنا هو ليس تحريض، هو حقائق تاريخية، واقع تاريخي، ونحن نريد تدريس أبنائنا هذا. وسوف نرفض قرار البلدية بكل ما أتينا من قوة، طبعا بالوسائل السلمية والوسائل القانونية. الكلية الإبراهيمية ومدارس الإيمان الخمسة التي يدرس فيها أكثر من 4000 طالب تعرضت خلال العام الماضي لزيارات مفاجئة نفذها قسم التنفيذ في إدارة الرقابة والتطبيق في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، الذي قام ممثلوه بتفتيش كتب من حقائب الطلاب. تهديدات وزارة التربية والتعليم يرفضها أولياء الأمور هنا. إحنا ضد الكتاب المحرف، احنا مع الكتاب كيف كتبه الكاتب، واحنا من حقنا كأولياء أمور قانونيا تحت ظل احتلال انه نحصل على المنهاج السليم لأطفالنا، ما بدنا اشي تاني. عملية تلقيح المنهاج الفلسطيني ليست بجديدة على وزارة التربية والتعليم التي تفرضها على المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية وتوزعها بشكل مجاني على الطلاب، وفيها يحذف ذكر دولة فلسطين ورموزها. ثقافة وطنية فلسطينية بتم حذفه وبتم استبداله في قضايا أخرى ما لهاش علاقة بالواقع اللي احنا بنعيشه، سواء كان استيطان، سواء كان احتلال، سواء كان مناطق فلسطينية محتلة. كل هذا الحكي طبعا بتم حذفه في المنهاج الإسرائيلي أو في المنهاج المحرف. استهداف المدارس الستة وفق الوزارة ما هي إلا خطوة أولى قبل فرضها على جميع المدارس الخاصة في القدس الشرقية.